القاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر من المسجد الحرام بمكة المكرمة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. أشهد أنك أحد صمد لم سبحانك ربي أبدا. اللهم ارزقني خشية خوف الوعي ومن مصائب الذنوب على أهلها وجودك في الآخرة غرفا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين. بسم الله العزيز العليم. ودخلت من قبلهم ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر.